السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم على قناتكم ديما الجديد. لهذا الفيديو غادي يكون على الفنانة المغربية دنيا بطمة وإحيائها للسهرة بمدينة ميدلت بمناسبة الملتقى الوطني للتفاح. وسبق لدنيا بطمة أنها نشرت على حساب انستغرام بوست تتعلن فيه بأنها غادي تشارك في الملتقى الوطني للتفاح بمدينة ميدلت، وشكرت عمالة إقليم الميدلت بهذا المناسبة اللي حيتو الجمعة 7 أكتوبر. وعلى كومنتيرات قالت ناس ميدلت الغاليين، أول مرة غادي نتلقاكم وسعيدة بشوفتكم، مرحبا بكم كاملين بمهرجان، كونوا في الموعد. غادي نخليكم تشوفوا هذا الفيديو ديال الاستقبال الفنانة دنيا بطمة قبل ما تطلع المنصة، فالحضور ديال الجمهور كان غفير، وأيضا حضور الأمني مكثف، والسلطة المحلية أيضا شددت يعني الأوامر ديالها باش يدوز الملتقى في أحسن الظروف. نخليكم مع الفيديو. أول ما صعدت دنيا على الخشبة أدت النشيد الوطني. نصلوا لولو ميرا.
بعض الحضور الغفير للجمهور دنيا بطمة أدت الأغاني الشعبية ديالها، وأيضا أغاني شعبية المعروفة وخصوصا أغاني ناس الغيوان وغنات صوت الحسن وغنات يعني عديد من الأغاني اللي كتحف بهم دنيا بطمة دائما الجمهور ديالها. نزيد نخليكم مع بعض اللقطات من الفيديو. خليني انا وياهم لسميد الصفيقي معنا. بيضاء بيضاء نشطين نشطين. اسمع يا ماشي عندو الاولى يا مراكش قالوا بعيد يا فيهم خلا وجري. اسمع هادشي شكون اللي غيقول يا مراكش قالوا بعيد يا فيهم خلا وجري. هذا ما بجوزكم سمع يا مراكش قالوا بعيد يا فيهم خلا وجري. اها وجيني من thank you.
نتوما. وهي I'm not afraid.
الدرك الملكي. شكرا لعماله اخلي بدر، شكرا لكم جزيل الشكر رئيسهم كذلك الاستاذ محا، شكرا للفرقه الموسيقيه بقياده المايسترو الاستاذ حميد، ويعطيكم الف صحه وطبعا المقدمين اكثر من رائعين، الكوميدي ديالنا رائع، يعطيك الصحه وتحيه لكم كاملين، شكرا على الحضور ديالكم وسعيده اني كنت معكم بالملتقى الوطني. انا فرحانه بزاف والله العظيم، انتم فرحانين؟ شكرا للبطلويين اللي كيشاهدوني عبر اللايف، وكنقول لكم باي.